ما هرس دونيكسا ايفر زوين ننزوزين خفاغلك صوت لكم رجليكم سبحان الله بغيت غير نعرف كنا بقى كنشارك منظر ولكن كنقول بالعين المجردة احسن سبحان الله كنتمنى الكاميرا تكون عاطية لهاد المناظر حقها ما شاء الله دابا كينزل التلج نزل في الليل بزاف كما كتشوفوا ودابا بعض البلايص يوم بزاف وشو ما شاء الله كيطيح فوق اوراق الشجر واخا دابا راه خلعونا قالك يمكن كاين الديب في الغابه وانا مبعدة على الجروب ديالي اذا جا لي الديب شكون غيعتقني غتعتقوني نتوما كنسمع الحس واش غيتعتل كيطيح ولا ياك ما كاين شي حيوان حيوان مفترس اما الغزالات البارح دازو كانوا كيجريو ولكن الا كانت شي حاجه اخرى اللي مفترسه اللي الله يستر يلا الله يجعل البركه بغيت غير نشارك معكم انا مش نصور ولكن الصديقات اللي معايا جايه بالعكس منظر زوين اليوم شاركيه مع المتتبعين ديالك داكشي علاش شتي شي مره واخا انا ما نبغيش نصور الناس اللي معايا كيقولوا لي صوري حيت البرد محيده اللي قاد داكشي علاش عجزت وقلت راني مصوره معكم بالثلوج ولكن قالوا لي لا صوري احسن يلا نخليكم باش نبقى مع المجموعة ديالي ما شاء الله اذا سبحان الله الغابة كنشوفوها دابا بجميع الفصول ديالها ماشي فصول حيت كل نهار سبحان الله الجو في شكل سبحان الله
مرة شميشة، الغد تلج شوية، كيدوب شوية، سبحان الله ما شاء الله. وخا كيما قلتلكم راه الأعوام الأخيرة راه نقص التلج بزاف، ولكن الغابة إلا بغيت نقول لكم راني ما كنتش فيها بزاف، داكشي أنا كنكتشفها معاكم. شوفوا سبحان الله، شوفوا اوبس. زادو خلعوني الاخوات، قالوا لي انت حيت عندك هكا طربوش فيه الشعر الحيوانات غيسحبوا حيوان، خلعوني وما كيتحيدش، ما قدرش نحيدو. ايوا الله يحفظ، والله الا خلعوني اليوم الله يستر. وشي مره قلت لهم بعدا راه كلشي التليفونات مشارجين وهذا، ولكن شي مره ما كتكونش هنا وسط الغابه قليل فين كيكون الريزو. ايوا ياك نتوما معايا المشاهدين المتتبعين الله يستر الله يحفظ. لح عليك وتخايدون لاتي نازي علي نبوبكم. يلا متني وخويا الكار متني اوكي اخرج. لعبوا شوية ستراكس السي نينيك ويضات فرمي اوب يوتيوب صفيتو ياك بغيت ها نيما توقنيت دوبني وبني و عند الطاك